اهلا بيكم بعد الفاصل والترحاب واستقبال فريق او نجوم فريق الغطس بالنادي الاهلي وبدايه الطفره الكبيره بتحصل في النادي الاهلي لفريق الغطس. خلينا نرحب به كابتن طارق الصغير احد نجوم النادي الاهلي في كره الميه والسباحه في العصر القديم اللي هو العصر بتاعي، لكن النهارده هو رئيس او مدير جهاز الغطس والسباحه التوقعيه بالنادي الاهلي. كابتن طارق بنرحب بيك ونقول لك الف مبروك على بدايه طفره قويه للغطس. اهلا بيك يا كابتن خالد، وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على الاستضافه، والحمد لله والف مبروك عليكم والف مبروك على النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. وخلينا نرحب بيه اكيد المدير الفني هو صاحب الانجاز دائما وابدا كابتن طارق نبيل. كابتن طارق الشهير برامبو، صح؟ رامبو جامد جدا عليا. كابتن طارق الف مبروك لحضرتك. ربنا يخليك يا كابتن خالد وبشكرك. ونرحب باحد نجوم النادي الاهلي كابتن بلال الهادي. كابتن بلال بنرحب بيك ونقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. ماشي، خلينا نخرج لتقرير عن الغطس ونشوف انجازات الغطس عن انجازاته وترجعوا لنا مره ثانيه وبطوله الجمهوريه للغطس. هيمنت فرق الغطس بالنادي الأهلي على بطولات الاتحاد المصري للسباحة خلال الفترة الماضية، نجحت في استعادة عرش اللعبة بعد غياب طويل. استطاع جهاز اللعبة بقيادة كابتن طارق الصغير في توفير كافة احتياجات الفريق من معسكرات خارجية وأدوات متطورة ومدربين مميزين يقدرون على تطوير أداء اللاعبين للارتقاء بالمستوى العام للفرق. حصد الفريق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، لعل من أبرزها حصول فريق الرجال والسيدات على بطولتي كأس مصر، كما حصل فريق السيدات على الكأس العام بعد فوزه ببطولتي الجمهورية والكأس، فيما حصل فريق الرجال على المركز الثاني بعد حصده لفضية الجمهورية، وحصل الفريق على المركز الثاني بالكأس العام بعد منافسة شرسة مع نادي الجزيرة، فيما حل ناديه اليوبيلس في المركز الثالث في الترتيب العام. نجحت مها عبد السلام لاعبة الغطس بالنادي الأهلي في الصعود للأولمبياد المقبلة والمقرر إقامتها بطوكيو صيف العام الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تأهلها من قبل لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، كما أنها حصلت على كأس أحسن سباحة في بطولات الجمهورية وكأس مصر. وبالحديث عن بطولات فرق الغطس، نجد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يبخل على اللعبة بالمشاركة في بطولة أيندهوفن الدولية، وهي إحدى أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يصل عدد الفرق المشاركة بها ل63 فريقا، وكان المارد الأحمر قد حصل على المركز الثاني في آخر مشاركة له ببطولة أيندهوفن، والتي تعد محكا قويا لجميع اللاعبين قبل المشاركة في البطولات المحلية والدولية. زي ما احنا شفنا بداية طفرة قوية جدا لفريق الغطس، ما شاء الله عليهم، وبطولة الجمهورية وإنجازات جديدة تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي. أكيد النهاردة عايزين نعرف السر فين، سر البداية، الانطلاقة كانت امتى؟ اكيد لازم كابتن طارق الصغير هو مدير الجهاز لازم يرد علينا ويقول لنا الوضع شكله ازاي. كابتن طارق، بداية طفرة مهمة لفريق الغطس في النادي الاهلي. تمام يا كابتن، احنا بقالنا حوالي 4 سنين او 3 سنين تحديدا بنحدث في فرق الغطس، سواء تدريب بنجيب مدربين على اعلى مستوى، سواء ادوات، كانش عندنا بوردات، النادي برضو جاب لنا وفر لنا البوردات. بدأنا نهتم بالقاعدة من تحت الناشئين، اللي هي قاعدة الناشئين والبراعم بتاعت الفرقة، لحين ما نقدر نعمل شغل فوق، وبالتالي لما تطلع فرق البراعم لفرق الناشئين هيبقى عندنا فرق كويسة قوي تقدر تمثل النادي الأهلي. وابتدينا يعني نشتغل على الكلام دوت، ويمكن لما جه كابتن طارق وكابتن أسامة كوستا جم النادي ابتدوا معانا الشغل دوت وحطينا الخطة ديت وابتدينا ننفذها. فوجئنا باول سنه الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله، كانت بطوله كاس مصر، وحصلنا على كاس السيدات، كاس العام، كاس العام، كاس العام، كاس العام عندنا اللي هو مجموع الرجال مع مجموع السيدات. كنقاط يا كابتن طارق؟ كنقاط. طب كويس، كانت حاجه مهمه اكيد في البدايه. حاجه ما حصلتش اولا، كل البطولات اللي احنا خدناها واللي انا هحكي لك عليها دي احنا ما خدناهاش بقالنا حوالي
من 20 ل 25 سنه. اصل انت عارف برضو هتلاقي اللي يقول لك اصل ده بياخدوا بالنقاط بينزلوا لعيبه كتير وحاجات زي كده، بس لازم تكون عارفه او فاهمه ان حصل ان قبل كده كنا بناخد بطولات وبعد كده ما حصلش وبعد كده بدانا ناخد بطولات. احنا كنا قبل كده ما فيش كاس بيطلع بره النادي الاهلي. كويس من زمان. كويس. بدا الدنيا بدات تنام شويه، وبعدين لما جينا احنا الحمد لله ربنا كرمنا بدانا نعلى شويه، وبعدين جبنا المدربين وابتدينا نحط خطه. ما احنا النادي الاهلي ما ينفعش يبقى في الغطس كده، احنا طول عمرنا بنكسب. وخلفنا طبعا مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف ومجلس الاداره وكابتن وائل عزت، كل الناس دي كانت ورانا. كويس. وابتدينا نكسب البطولات، مش نكسب البطولات ان احنا نبقى مهيمنين، لسه ما وصلناش لمرحله الهيمنه او السيطره على بطولات الغطس، ولكن احنا في طريقنا لده. بنحلم بده؟ بنحلم اكيد طبعا. واحنا بنعمل لده ان احنا كلنا كده متربيين في النادي الاهلي طبعا مركز اول. صح. مركز ثاني احنا ما نعرفوش. فابتدينا خدنا البطوله اللي بقول لحضرتك عليها ديت كاس عام، دي كانت حاجه طفره جميله جدا. السنه اللي بعدها خدنا بطوله كاس مصر للبراعم ولاد وبنات وعام، فدي كانت حاجه بطوله الجمهوريه. بعد كده عندك مراحل الناشئين، انت تكسب مرحله 18 سنه 15 سنه على طول ما شاء الله. بدانا السنه دي اول بطوله الحمد لله اشتركنا في بطوله ايندهوفن، عملنا فيها بطوله حقيقي يمكن هنتكلم عنها بعد كده. ولسه اخر حاجه بطوله الجمهوريه، خدنا كاس البنات او كاس مرحله السيدات، دي حاجه صعبه جدا، البركه في ربنا طبعا وفيهم وفي مها عبد السلام لعبت ده نجمتنا الكبيره، ودي هتحتاج طبعا دي هنتكلم مع كابتن مها عبد السلام. مش هنسيب كابتن طارق، هنسيب كابتن مها عبد السلام وهنتكلم عليها، لكن بدايه الطفره كابتن طارق دخل على الموضوع وقال لي بدايه الطفره عند كابتن طارق. والله الحقيقه يعني انا بشكر، انا عندي جهاز اداري وفني قوي جدا، يعني الجهاز الاداري بقياده كابتن وائل عزت، كابتن محمد فاضل، كابتن طارق صغير، هيقولي الدنيا والطلبات اللي انا طلبتها، جابوا لي اقوى مدربين موجوده معايا، سواء كابتن اسامه كساب، اسامه خلف، محمد طغيان، لا معايا مدربين كتير قوي مش عايز انسى اساميهم. دول حقيقي يعني انا بشكرهم ان حققوا المستهدف بتاعنا الفتره اللي فاتت دي بنسبه 100%، فعشان كده احنا عملنا انجاز كبير ما اتعملش من سنين طويله. ايه اللي احنا زودناه بصراحه شديده داخل جدران النادي الاهلي وداخل لعبه الغطس عشان نوصل للمرحله دي؟ ايه الامكانيات اللي اتضافت للنادي الاهلي في الحته دي؟ اهم حاجه انا لما جيت كان البوردات المنطات كانت غير اقدميه خالص ان انت تشتغل عليها. زي ما يكون مثلا ملعب مش جاهز للماتشات او مش جاهز للتدريب اصلا، مستحيل اتمرن. بالظبط كده. ابتدينا نصرف، جابوا لنا ست منطات، ست الواح منطات، دي كانت بمعادل 4 مليون جنيه. حصل دعم كبير جدا من الجهاز الاداري ومجلس الاداره. يعني قصدك ان الناحيه الاداريه او الناحيه اللي هي بتساعد على شغل التدريب كل تقريبا اتهيئت ليك؟ مع وجود مدربين جامدين، مع وجود لعيبه طبعا، احنا كنا داخلين عندنا اماكن كتيره قوي مش متسكنه، نقص في اعداد كبيره من اللعيبه. كويس. ابتدينا نركز في القاعده بشكل جامد، وبنركز على اللعيبه اللي احنا دخلنا عليها ما كناش عارفينها، بس ما كناش ما كناش عارفين نظبط البلان بتاعهم عشان كان عندهم مشاكل. ابتدينا نستخدمهم، نصلح لهم اخطائهم، نحطهم على التراك، عملوا نتائج كويسه. هسالك سؤال بصراحه شديده بانك انت المدير الفني، منافسات كثيره، بمعنى عندنا ال10 متر وعندنا الخمسه والسبعه والثلاثه، دخلنا في كله، بنشترك في كل المنافسات، كل الايفنتات بنشترك 100%. كابتن بلال بيلعب اي منافسه؟ بيلعب على الايفنتات كلها. بيلعب الايفنتات كلها. والكسب على الايفنت ال10 متر. ال10 متر 10 متر يا كابتن الولد دي حاجه صعبه جدا، يعني وصلت ازاي ال10 متر؟ قول لي، بدات طول عمرك بدات في النادي الاهلي في الغطس ولا لا؟ انا كنت قبل كده في اتحاد الشرطه، بس جيت في 2012، بقالي 6 سنين تقريبا. خلاص ابن النادي برضه. يعني لسه جاي صغير، دخلت النادي الاهلي صغير، فتربيت داخل النادي الاهلي. قول لي الفرق الكبير، يعني ازاي بتوصل ل10 متر؟ ازاي نقول للولاد وانت راجل بطل ونجم وحققت انجازات كويسه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ازاي الغطس لعبه مهيئه ان كل الناس تخش تشترك فيها؟ هي طبعا مش مهيئه لكل الناس، لان محتاجه تمرين كتير، بالذات ال10 متر لازم تكون شغال من تحت عشان لما تطلع فوق ما يحصلكش اي اصابه وكده. انا كان دايما كنت لما بطلع كان بيحصل لي زي اصابات صغيره، فلازم اللي يطلع يكون قادر ان هو يبقى شادد نفسه عشان ما يحصلوش اي اصابه او اي حاجه. بس تقريبا دي باختصار. كابتن طارق، ايه المقاومات اللي احنا عايزين في لعيبه الغطس؟ مهمه للنشئ برضو بتوعنا، ناس بتسمعك النهارده، فاكيد كل الناس وهي بتسمعك عايزه تعرف
ابنهم يروح غطس ازاي؟ ايه المقومات بتاعت لعب الغطس؟ مقومات طبعا هو كابتن طارق المفروض اللي هو اللي هيرد، بس انا بقول لحضرتك من معاشرتي معاهم ومن قعدتي معاهم انا اكتسبت الكلام دوت. اولا لازم يبقى عنده فاكسبيلتي كويس جدا، لازم يكون صغير السن عشان يدخل يتعود على الحركات ويتعود على الصعوبه. نمره 2 نمره 3 ما يكونش بيخاف، ودي نقطه مهمه جدا جدا. انت ممكن تلاقي كل مقومات لاعب الغطس بس العيب من جوه قلبه مش قادر ينط، خايف بيخاف، ضاع كل الحركات. كل ما يطلع لفوق كل ما الدنيا تبقى واسعه يا كابتن طارق. واسعه جدا. انا لو طلعت فوقها مش بتنط يا كابتن طارق. لا 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 ما بتنطش. لا لا انط فين كابتن طارق؟ الثقه اللي بتديها للاعيبتك ازاي؟ بالذات في الناشئ، بتكلم عن الناشئ الصغير، يعني ازاي بتقول له خد ثقه؟ ازاي بتتكلم معاه؟ بالتدريب كتير، بمعنى بيتمرن كتير، المفروض ان انا بلاقي خطوات معينه بمشي عليها وتجنب اي مشاكل هتحصل له. وانس ان انا تجنبت المشاكل ديت هو بيطلع معايا ماشي على التراك صح. بلس ان هو بيبقى شايف اللعيب الكبير وهو شغال، بياخد منه القوه وبياخد منه الدعم النفسي، ان اللعيبه الكبيره اللي موجوده عندنا بيبقى ليهم عامل كبير قوي في حته ان هو يشد لعيب صغير معاه. ايه السن المناسب لرياضه الغطس؟ من 5 لـ6 سنين، يعني من 5 سنين لـ6 سنين. من 5 سنين لـ6 سنين مش سن يعني زي الجمباز. زي الجمباز. بتنافسوا الجمباز في السن والقصص دي كلها، ولا انت بتاخد من بعد الجمباز مثلا؟ باخد من بعد الجمباز. يعني انت رايك ان الولد يخش جمباز واللي عايز يتاهل للغطس يروح الجمباز الاول بعد كده؟ لو جاي لي لعيب جمباز بيبقى مسهل لي حاجات كتير قوي طبعا. بلال قول لي صراحه، ايه الصعوبات اللي بتواجهك كلاعب؟ يعني وانت داخل المنافسات بيكون مين بينافس معاك؟ مين المنافسات المنافسين بتوعنا في اللاعبين اللي في النوادي الثانيه بيبقى انديه مين يعني؟ في ناس محترفه معانا، بيبقى في ناس اصلا بتكمل دراستها بره وبتلعب بره، فدول ما شاء الله مش بقدر نتعامل معاهم قوي. نادي الجزيره ونادي اليوبلس عندهم ثلاثة محترفين. في الخارج زي ما عبد السلام كده عندنا، زي ما بالظبط. طب قول لي بلال، ايه طموحك في المرحله اللي جايه؟ انا طموحي ان انا اسافر برضو واكمل زيهم محترف بره. هتكمل دراستك بره ولا ايه بالظبط؟ عشان اكمل دراسه يعني. وتمرين الاثنين. ده بنلجا له ازاي؟ انت بتدور على جامعه مثلا او حاجه زي السباحه او زي الباسكت او زي كده؟ بتدور على جامعات زي سكولرشيب، بدور على الجامعات بره وببعت لهم وبوريهم شكلي وانا بنط، وعلى حسب اللي هو عايزني هيبعت لي اوفر كويس وبكمل بقى الموضوع معاه. كابتن طارق، التعامل النفسي مع لعيبه شيء مهم في رياضه الغطس 100%. هي مش تكنيكال بس ومهارات بس، هي لازم في 6 حواس لازم شغالين، واحنا عندنا في الغطس الحاسه السبعه. يعني الحاسه السبعه دي لازم تبقى شغاله وبتشتغل على اليوجا وبتشتغل على النفسي وبتشتغل على حاجات كتير قوي. يعني دي حقيقه. الحقيقه بس احنا بنحاول دلوقتي نطبقها في مصر، ما كانتش متطبقه في مصر يعني. بس بنحاول نطبقها في مصر في مرحله اما نخلص بقى من موضوع الفنيات ويبقوا عندهم اكسبيرينس جامده، بتخش في الموضوع اللي هو الايماجينيشن ده. كابتن طارق، صراحه بصراحه شديده، التطور العلم او تطور العلم التطور التدريبي في العلم بقى تطور كبير جدا، مظبوط؟ تمام. بنشتغل بتقنيات جديده ولا لسه عايزين في مرحله جايه نشتغل بيها؟ لا اكيد بنشتغل بيها، دليل ان في طفرات حصلت. احنا يمكن لما بقالنا 3 سنين بنشترك في بطوله ايندهوفن، كل مره بناخد معانا مجموعه مختلفه غير اللي طلعنا بيها المره الاولانيه. يمكن معانا كابتن طارق هو اللي بيبقى ثابت مدير فني، كل مره بنحاول ناخد مدرب شكل عشان يطلع يبقى استفدنا كلعيبه، استفدنا كمدربين، انا نفسي بطلع بستفيد من الاداريات والشغل اللي بيتعمل هناك وازاي بينظموا بطوله. كل حاجه حضرتك بتروح تسافر بره تتفرج عليها انت مستفيد. تمام. كابتن طارق يمكن بيعمل مع المدربين عندنا سيمينار على طول. حلو قوي السيمينار دي بصراحه. جدا بيقعد هو دائما ابدا بعد كل بطوله بيقعد يتكلم معاهم، بيشرح الاخطاء اللي وجدت، المرحله الجايه فيها ايه، التارجت بتاعك ايه، المستهدف ايه، انت عايز تحقق ايه، هنحققه ازاي. في ناس بتشتغل بدني، في ناس بتشتغل ميه، في ناس بتشتغل ترامبولين. هو دارس الكلام ده كله زائد الاكسبيرينس اللي عنده. خلي بالك برضو طارق هو مدرب منتخب مصر او من مدربي منتخب مصر، فعنده سيره ذاتيه جميله، عنده اكسبيرينس كويسه جدا، وده يمكن اللي خلانا متمسكين ان طارق يجي مع الناس اللي معانا كمان. كابتن اسامه كساب، كابتن اسامه كوستا، كابتن محمد طغيان، من الناس اللي عندهم اكسبيرينس برضه كامل جدا. فكل ده في اطار العلم هو شغال بيه، احنا بنسانده في اي حاجه هو بيعوزها، احنا بنجيبها له كجهاز اداري. بص يا كابتن طارق الصغير قال لي ان هو بيساند في كل حاجه، يعني بص في الاخر موضوع عند حضرتك. بس عايز اسالك سؤال بجد، بتقعد مع المدربين
ممكن تقعد مع مدرب مدرب ولا بتقعد في وسط قاعده عامه وتتكلم مع الناس كلهم؟ مفيش مشكله لما توجه غلط للمدرب او توجه لوم للمدرب قدام الناس كلها؟ بنقعد كلنا مع بعض لما يبقى في سيمينار فني. لكن لو في لوم ولا حاجه بنقعد منتو مان. بتاخده لوحديه. ما تقدرش توجه المدرب قدام الناس كلها. بيبقى لو هتكلم على مشاكل بتكلم على جنرال، مش بقدر اتكلم او ما بحبش اتكلم اشخص يعني الموضوع. وحتى ما بيتكلمش قدامي في الموضوع ده، وانا عاجبني الكلام ده جدا. بس ده اسلوب النادي الاهلي يا كابتن طارق، بس عايز اوصل في الاخر بصراحه شديده، ده اسلوب النادي الاهلي انت اتعلمته جوه النادي الاهلي. لو انت حضرتك عديت من قدام البوابه شرف. صح والله العظيم بكلمك صح. بكل امانه انا عارف. لو عديت من قدام بوابه النادي الاهلي، الناس اللي بتقف من قدام بوابه النادي الاهلي كده عشان تبص على النادي الاهلي من جوه شرف. ناس بتيجي تزور النادي الاهلي من بره، من تعدي من باب وزاره الاهلي. ما بالك انت شغال في المنظومه اللي جوه، ما بالك انت تربيت في النادي ده. تبقى انت حاسس بنفسك ايه؟ بتفرق كتير جدا جدا. كابتن بلالة برضو يعني سيبنا من الغطس شويه ونتكلم على هواياتك الشخصيه. لو ما كنتش طلعت لعيب غطس كنت تطلع لعيب ايه؟ كان نفسي اطلع مهندس. بس مهندس انت بيزنس يعني عشان نفسي اطلع. كنت بحب الرسم زمان فعلا. بس اعتقد دلوقتي الامور سهله ان انت تاخد دراسات وتاخد دورات وتبقى مهندس، ما فيش مشكله يعني اعتقد يعني بعد ما اخلص في شهاده ممكن اخدها. الشهادات طب شهادتك دي خارجيه، ايه هوايتك غير الرياضه يعني غير عفوا بغير الغطس؟ اكيد دي احتراف. هوايتك ايه؟ كره قدم، هاندبول، باسكت، يعني تحب تتفرج على ايه في الرياضه؟ بحب اتفرج على الباسكت. على الباسكت؟ باسكت ان بي اي؟ لا 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 العادي. متابع جيد جدا؟ مش قوي. مش قوي يعني تمام. لكن انت احسن حاجه بره الموضوع رياضه الباسكت. بتلعبهم باسكت يا كابتن طارق؟ لا لو عايزين يلعبوا هيلعبوا، بس احنا ما فيش وقت للكلام ده بصراحه. بس انا زمان كنت بتفرج عليكم كلكم بتيجوا تلعبوا كوره وكده يعني. بص اقول لحضرتك حاجه كابتن خالد، هو لعيب الغطس فعلا فعلا يعني بيعرف يعمل اي حاجه. يعني بيعرف لو خرج من لعبه الدايفنج دي هيتعامل، هيبقى بطل في اي لعبه تانية. هو لعبتنا صعبه جدا يعني. لعبكم صعبه جدا جدا جدا. بلال بتضربها قد ايه في اليوم؟ كام ساعه؟ عايزك تشرح لي يوم كده. مش اقل من 5-6 ساعات في الاجازه لما يكون، انما في الدراسه بيبقى الموضوع اقل شويه. يعني 5-6 ساعات في الاجازه والدراسه اقل شويه. اصحابك اكيد ليك اصحاب في الكليه بيقول لك يلا بينا تعالى نخرج وبتاع. اوقات كتير مش بنزل معاهم بسبب التمرين. يعني مثلا ساعات بيبقى عندنا حاجات في الجامعه لازم نعملها، ممكن اعملها من البيت عشان ببقى راجع من التمرين تعبان. وبمشي الدنيا من البيت خالص. اوقات كتير مش بنزل بالذات في وقت البطولات، ما بيبقى في حاجات زي امتحانات الفاينل وكده. بضطر ان انا اعمل حاجات كلها من البيت عشان مش هعرف انزل، لان هيبقى مثلا عندي يوم بكره تمرين الساعه 10 او بطوله بعديها مثلا يوم طويل تمرين. فمش هينفع ان انا انزل وارجع متاخر وانام واصحى اكمل يومي عادي، لازم في راحه في البيت. كابتن طارق اكيد هسال السؤال ده طارق صغير، لو انت مش عايز ترد على السؤال ده قول لي. هسال كابتن طارق، اولياء الامور اكيد في علاقه بينك وبينهم ومشاكل كثيره جدا، تحب تقولهم ايه النهارده؟ لا هو مفيش مشاكل، هو كابتن طارق يرد انا هرد عليك وكابتن طارق يرد. لا يبقى كابتن طارق يرد خلاص، هديك سؤال الثاني مفيش مشكله خالص. كابتن طارق اكيد يعني عايزين نقول لاولياء الامور نوجه لهم رساله النهارده وانتم موجودين معانا، تقول لهم ايه صراحه شديد؟ قبل اول ما ارد على السؤال دوت انا بحب اوجه رساله لبلال. بحييه، لعيب كويس جدا، لعيب عنده اصرار غير عادي، تعرض لكذا مره لاصابات ممكن اي لعيب يبطل فيها. عنده اصرار من جوه انه عايز يلعب، عايز يلعب باسم النادي الاهلي. فانا بحبه جدا وبحييه جدا وبحب اقدره جدا. هو راجل 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 ده لعيب النادي الاهلي دي حقيقة. يعني بصراحه هو ده اللي اتعلمناه داخل جدران النادي الاهلي. فيعني ودي حاجه حتى الاولاد الصغار بيبصوا على الحاجات ديت. يعني هو حتى اخر بطوله اللي احنا كنا فيها دي بقول له مالك يا بلال وبتاع، بيقول لي ركبي وجعاني. يعني ركبتي وجعاني بس هلعب يا كابتن هلعب. دي طبعا حاجه لسه مطلع شرايح من رجليه قريب، عامل عمليات صعبه ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه لموضوع اولياء الامور طبعا مع حدوث الطفره اللي حصلت في لعبه الغطس، الناس كلها بدات تبص على المركز الاول والناس الاهلي بدا يكسب، فكله عايز او كله فاكر ان الاولاده هتكسب. لا انت ممكن تكسب السنه دي، ممكن السنه الجايه حد تاني يكسب، وممكن السنه اللي بعدها حد تالت يكسب. المهم يحصل في تطور في مستوى ابنك او بنتك، وده اللي بنحاول نوصله كثقافه لولي الامر. احنا مش جايين عشان نبطل حد او مش جايين عشان نعلي حد على حد، كلهم مالهمش صالح، كلهم ولادنا. عايز تكسب؟ انا عايز اكسب. يعني انا لو عندي واحد كويس 10 كويسين هشيلك على جنب ليه؟ على مصلحة مين؟ مش مصلحة حد. ده أنا عايز أكسب، ده أنا صح. طالع من حفرة وعايز أبقى فوق. صح. محتاج أي حد يمشي جنبي ويقف جنبي ويساندني. فبالتالي
احنا بنقول لهم دائما ابدا اصبروا ما تبصوش تحت رجليكم. محققتش السنه دي سنه جايه هتكسب. واحنا خلي بالك كمان في لعبه الغطس المشكله مش في تحقيق ميداليه، احنا في ارقام بتحقق، يعني في تحقيق رقم شخصي لازم يحققه. يمكن كابتن طارق عارف الكلام ده فنيا. يعني ايه تحقيق رقم شخصي يا كابتن طارق؟ سكور، وعشان اطلع اخد الترتيب بتاعي اول او تاني او تالت او واتيفر اي ترتيب لازم اعمل سكور. يعني ممكن في بطوله اجيب ميداليه ذهب وابقى اعمل سكور مثلا 200، البطوله الثانيه اجيب ال 200 دي الاقي نفسي طالع الرابع. فده في حد ذاته مش يعني مش مكسب. لو انا عديت ال 200 هو ده المستهدف بتاعي، ان انا اعدي السكور بتاعي. طيب اسئله سريعه عشان الفاصل بيجري بينا وهيطلبوا مني فاصل وكده. شكل المنافسه محليا معاك، مين اللي بينافس مع النادي الاهلي محليا؟ نادي الجزيره في اعمار ونادي هليوبلس طبعا في اعمار تاني. نادي هليوبلس قعد 12 سنه بياخد درع عام. السنه دي اعتقد ان هو مش هياخده، يعني تراجع ورا، احنا عديناه في ايفنتات كده معينه. عديناه. طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ او هدفنا ايه في المرحله اللي جايه؟ الدرع العام طبعا. الدرع العام لسه كنا بنتكلم واحنا جايين، واحنا جايين في العربيه بقول له شوف طلباتك ايه عشان عايز اخد الدرع العام السنه الجايه. قدام الناس على الهواء بنقول ان انت متوفر كل حاجه، فكابتن طارق لو ما حققش يبقى هو اللي غلطان، صح كده يا كابتن طارق؟ كابتن بلال قول لي هدفك ايه في المرحله اللي جايه، هدف الشخصي وهدف للنادي الاهلي. الهدف الشخصي ان انا اعلي السكورز بتاعتي عشان اقدر ان انا اوصل للهدف بتاعي، لان انا اتمرن كتير وفيتنس كتير وتركيز اكتر مع الكباتن في النادي. ده في الرياضه. في المستوى الشخصي بقى ان انا اخلص جامعتي ان شاء الله واكمل حياتي. كلمه اخيره من حضرتك للاسره الكريمه. بشكرهم جدا عشان دايما واقفين في ظهري. يعني النهارده ما كنت جاي بسبب والدي، كان عندنا مناسبه قال لي لا روح على طول. كان عندك مناسبه لغيت لازم تيجي. قال لي لا تعالى ما فيش مناسبه روح. احنا نورتنا وشرفتنا يا كابتن بلال، كنا نتمنى الوقت كتير لكن النجوم بره كثيره فلازم نخرج لفاصل. كابتن بلال شرفتنا ونورتنا، كابتن طارق شرفتنا ونورتنا. انا عايز بس اشكر الاداري بتاعي محمد كمال علشان الايام اللي فاتت. الايام اللي فاتت تعب معانا جامد جدا يعني. لا صحيح خلاص لسه هنشكر كل الناس. اكيد هنشكر كل الناس وبنشكر الجهاز برئاسه كابتن وائل عزت متمثله في الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، فكل الناس مشكوره. لكن خلينا نخرج الفاصل عشان نستقبل نجوم النادي الاهلي في الغطس وتحقيقهم لبطوله الجمهوريه. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.